ويمكن هنتابع معاكم ملف رئيس السيسي اللي وصل بالفعل إلى القاهرة بعد زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، والزيارة دي استغرقت 4 أيام. وخلينا نقول إن الرئيس من خلالها أجرى مباحثات مهمة في مختلف المجالات وعلى مستوى الأصعدة، وأنا كان مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرو، والتقى أيضا رئيس مع رئيس الوزراء الفرنسي ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد، وكمان التقى على الصعيد الاقتصادي برؤساء كبرى الشركات الفرنسية العاملة والراغبة في الاستثمار في مصر.